معايا عبر الهاتف الآن الكابتن محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني. كابتن محمد مشرف ومنور. كابتن كريم ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير. اكيد طيب. وانت طيب يا حبيبي وبخير. اكيد متابع بعد ساعات، كنت لسه بتكلم في القصه دي وانت داخل عن فكره انه دايما مع اي قائمه المنتخب حتى مش منتخب مصر بيبقى فيه كثير من التعليقات وربما الانتقادات. انتوا كنتوا متوقعين هذا الامر؟ ده شيء طبيعي يا كابتن كريم، يعني لا ما شيء وارد يعني في الكوره عامه. ولكن احنا الطلب اللي انا بطلبه دايما ان خلاص يعني الموضوع اتقفل، الصفحه اتقفلت، نبص للي جاي. عندنا بطوله مهمه عايزين نركز فيها. اللعيبه اللي اخترناها ان شاء الله تبقى على قد المسؤوليه، اللعيبه اللي ما اخترناهاش تبقى دعم للعيبه اللي موجوده، دعم للمنتخب. ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. عندنا مشوار، عندنا حلم 13 سنه ما رجعش، عندنا لعيبه بتحلم ان هي تاخد الجيل، بيحلم ياخد الكاس من اول وجديد. فان شاء الله باذن الله يعني احنا باصين لقدام، مش هنبص ورانا باذن الله. الجيل اللي عندنا دلوقتي دوت جيل حلو قوي يا كابتن محمد، مظبوط؟ يعني انا كنت بتكلم مع زمايلي قبل ما اخش على الهوا بقول لهم ده تقريبا اكتر جيل متكامل من 2010. جيل حلو واشتغل على نفسه كتير يا كابتن كريم والله. صح. وشغالين على نفسهم كتير، والجيل يعني بكل الناس اللي فيه، العناصر حتى اللي بتلعب في مصر والعناصر اللي بتلعب المحترفه، لا يعني جيل قريب من بعضه، جيل شبه بعضه، جيل فاهم بعض، لا بيحبوا بعض. لا انا يعني المنتخب بقى لنا هو الحمد لله سنه وشهرين، احنا يعني الترابط والروح اللي بينا سواء كجهاز كلعيبه بصراحه في احسن حالاتها. فاتمنى ان هي نختمها بحاجه جميله، ان احنا ناخد كاس الامم ان شاء الله باذن الله يعني، وان ربنا يكرمنا ونتاهل لكاس العالم. فدي حاجه يعني هتشبع رغبه الناس، هتشبع رغبه كمان جيل كوره ما تعرفش بقى هيكملوا بعد كده ولا مش هيكملوا. يعني حلم جيل طبعا بقى لهم 13 سنه ما خدش كاس الامم، وفي اثنين نهائيات لعبوهم وما خدوهمش. فطبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونموت على الـ على على الكاس ده باذن الله. ان شاء الله. احنا المفروض المعسكر هيبدا امتى يا كابتن محمد؟ ان شاء الله المعسكر هيبدا يوم 2 يناير، يوم الثلاثاء اللي جاي في العاصمه الاداريه. برضو من عندك احب اشكر طبعا شركه العاصمه الاداريه المهندس خالد عباس، وعلى يعني الدعم والتعاون الكامل لتسهيل كل حاجه بالنسبه لنا احنا كمنتخب اول. اشكر القوات المسلحه واشكر وزاره الشباب والرياضه على تهيئه او توفير الاستاد الجديد بالمدينه الاولمبيه. احنا اول مره يعني اول منتخب او اول فريق ينزل على الارض دي على الملعب ده. فبصراحه في تعاون كامل من جميع اجهزه الدوله ان احنا ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله، عشان يعني ربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. هنبتدي يوم 2 يناير هنتمرن ليوم 6 يناير في العاصمه الاداريه، ماتش يوم 7 يناير الساعه 6 مع تنزانيا. الكوتش هنقرر ان هيديهم راحه يوم ونص تمام، عشان يشوفوا اهلهم قبل ما نسافر، لان هي ان شاء الله تبقى سفريه طويله شويه. ان شاء الله نكملها للاخر باذن الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكملها. فحن اللعيبه هتروح بعد يوم 7 يعني بعد الماتش، ونرجع تجمع تاني يوم 8 بالليل. هنتمرن يوم 9 الصبح ونسافر على 3 العصر ان شاء الله على كوت ديفوار. على كوت ديفوار هنوصل باذن الله على 10 بالليل كده بفرق، يعني بتوقيت كوت ديفوار يعني فرق ساعتين، على الساعه 12 بالليل هنا في القاهره باذن الله. المحترفين كلهم هينضموا للمعسكر يوم 2 يناير ولا هيجوا يعني تواليا؟ لا ان شاء الله باذن الله معظمهم هيكون متواجد يوم 2 و3 اقصى تقدير 4 باذن الله. اقصى تقدير 4. طيب كابتن محمد غرابه مدير منتخبنا الوطني، انا بشكرك حقيقي شكرا جزيلا من كل قلبي، اتمنى لكم يا رب كل التوفيق.